مرحبا بكم في موجز الرابعة من إنفوجراد. قال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرغ أنه من الجيد أن يخبر المستشار النمساوي كارل نيهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن خسر الحرب أخلاقيا وجها لوجه، مؤكدا أن هذا في صالحه. ويرى شالنبيرغ أنه من المهم أن نحمل أنفسنا المسؤولية إذا أردنا حماية أرواح بشر. وأضاف الوزير أن الهدف من الاجتماع هو أننا لا نريد تضييع فرصة إنهاء الوضع الإنساني الجحيم في أوكرانيا، وكل صوت سيجعل بوتين قادراً على رؤية الواقع خارج الكرملين لن يهدر سدى، مؤكداً أنه لن يكون هناك صحفيون في الاجتماع ولن يكون هناك مؤتمر صحفي في أعقابه. قال الخبير في الشأن الروسي جيرهارد مانغوت أن زيارة المستشار النمساوي كارل نيهما إلى موسكو ليست قراراً حكيماً لعدم وجود وزن كاف لنيهما في أوروبا لإحداث فرق، كما أن توقيت هذه الرحلة مؤسف نظراً لأن روسيا كانت تستعد لهجوم كبير في شرق أوكرانيا، ولا أحد في موسكو يريد التحدث أو حتى التفكير في وقف إطلاق النار، وليس أحد بحاجة النمسا إلى تلك الوساطة. ويوصي الخبير بدلاً من ذلك إجراء محادثات حول إنشاء ممرات إنسانية بشكل أفضل بين روسيا وأوكرانيا. ووفقاً لمانغوت فإنه من غير المفهوم أن يسافر نيهما إلى موسكو بعد يومين من إعلانه عن تضامنه مع أوكرانيا، فهذا لا يتناسب في الاتصال من البداية إلى النهاية. أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع النمسا في مجال نقل الغاز الطبيعي من بحري قزوين والمتوسط إلى أوروبا، مشيرا إلى المكانة الاستراتيجية المهمة لتركيا، ونوه بأن النمسا تعد مركز توزيع مهم للغاز الطبيعي في أوروبا. وقد بحث الرئيس التركي خلال اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي كارل نيهما على العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية بينها الحرب الروسية الأوكرانية. وقد أعرب أردوغان عن ارتياحه لمستوى العلاقات بين البلدين خلال الفترة الأخيرة. حذرت العالمة فراوك شخت من جامعة إنسبروك من التمييز الخطير للسياسيين في النمسا حول تصريحاتهم بين موجة اللاجئين عام 2015 والوضع الحالي مع اللاجئين الأوكرانيين، وتصنيفهم لاجئون من الدرجة الأولى والثانية. وصفة إياه بالسم للمجتمع ككل، ولا يخدم سوى الانقسام في المجتمع، فالأمر لا يتعلق بتحديد من نساعده، مؤكدة أنها مسؤولية تاريخية وعالمية. ووفقاً لشخط فيجب أن يكون التركيز على الصورة الكبيرة وأسباب الفرار في حد ذاتها وليس لاعتبارات أخرى. كان هذا موجزنا، ونلقاكم على الساعة 5:30 مساء خاصة في رمضان بقراءتنا الإخبارية الموسعة. إلى اللقاء.